فعلمتهم ان انت تسرق عشان تعلمهم ان انت مسؤوليه الطلبه. فهم احنا كمركز عندنا احنا بنديهم الماتيريال دي، واحنا بننزل بالشركه دي بيقولوا لنا اللي هم عايزينه وبنديها لهم، علمناهم ازاي يعملوا الخياليه دي. هم بيشتغلوا على دي، يعملوا بقى اسوء بقى فاشنز قادره تتعامل مع كل موقف. كده عندنا كل التيم من 5 ل 6 عندنا مكتب تحت سيادة الدولة كله الناس دول جانبوا دعم نفسي. كانت فبراير 53 في مستشفى زمان دور لغاية النهارده. دي تلاقي بقى ان الطرف الاول